ربنا هي السيده حمديه عبد الله عطيه بشير، الاولى على محافظه الاسكندريه هي السيده هدى محمد عبادي احمد، الاولى على محافظه اسوان هي السيده رضا عبد الحميد اسماعيل ابو العلا، الاولى على محافظه سوهاج هي السيده فاتن حسين عثمان عبد الرحيم، السيده الاولى على محافظه القاهره هي السيده راعوث لوكاس وردخان شنوده، الاولى على محافظه جنوب سيناء هي السيده فيروز السيد رمضان حسين، الاولى على محافظه دمياط هي السيده سميه ابراهيم عبد العزيز سلامه، الاولى على محافظه المنيا هي السيده زينب عبد المقصود محمد عبد المعبود، الاولى على محافظه الشرقيه هي السيده ميرفت احمد ابراهيم حسن، الاولى على محافظه البحيره هي السيده بدريه مصطفى عبد الحليم عباده، الاولى على محافظه الجيزه هي السيده سليمان مصطفى لبن، وهي السيده نوال ابراهيم خليل محارب، اسيوط الاولى على محافظه اسيوط السيدة هدى إبراهيم محمود صالح، الأولى على محافظة المنوفية السيدة سوزان منصور عبد الله باز خميس، الأولى على محافظة البحر الأحمر السيدة جميلة السيد علي خضر، الأولى على محافظة بورسعيد السيدة حياة أحمد حسين أبو صالحة، الأولى على محافظة بني سويف السيدة صفاء علي عبد الوهاب مقاولي، الأولى على محافظة القليوبية السيدة عايدة محمد السيد فرج الله، الأولى على محافظة الإسماعيلية السيدة نادية مبارك سليمان محمد أو نادية مبارك سليمان محمد، الأولى على محافظة شمال سيناء هي السيدة ابتسام حسن حسين بشر، الأولى على محافظة مطروح هي السيدة جويدة فؤاد عبد المنعم رشوان، السيدة على محافظة الفيوم هي السيدة حليمة سلامة عبد السميع سلامة، الأولى على محافظة الغربية هي السيدة فضيلة سيد أحمد سيد، وتمكنت اقتصاديا كان نصيبها محافظة قنا وفازت به السيدة مريم شاؤول وجيوس مقريوس، الأولى من المتطوعات في البرنامج الرئاسي حياة كريمة نصيبها من المنوفية وهي السيدة امتياز السيد شديد الجندي، اسم الرائدة الريفية الأولى والمتميزة وكلهن يعني متميزات، ولكن الأولى عليهن هن هي من محافظة دمياط، واسم السيدة زكية محمد صابر أحمد، اسم أم شهيد القوات المسلحة من الشرقية وهي السيدة فاطمة السيد مصطفى محمد، اسم أم شهيد الشرطة من التقاهرية وهي السيدة فايزة أحمد سليم كساد. كده اكتملت الستة وثلاثين أم، بيكون في احتفال اسم الأم، طبعا وزارة التضامن بتتقدم بستة وثلاثين أم، عودة المجلس القومي للمرأة بيكون مرشح عشرة من المكرمات، فبيتم تكريمهم أثناء الاحتفال بالإضافة إلى ذكر أو سرد إنجازات الشركاء المعنيين بهذا الحدث.